متخصصة في توزيع العدالة بين السلطات والأفراد. تمام، بين الناس من خلال النزاعات، من خلال حل النزاعات أمامها، وهي كذلك سلطة الفصل في النزاعات المعروضة أمامها. تمام، والسلطة القضائية اصطلاحا، معناتها اصطلاحا هي تلك السلطة التي تضمن تطبيق الأحكام القضائية والقواعد التطبيقية المقررة قانونا والالتزام بضوامنها من خلال السلطات والأفراد. السلطة القضائية اصطلاحا هي تلك السلطة التي تضمن تطبيق القواعد الأحكام القضائية والقواعد التنظيمية المقررة قانونا تمام والالتزام بمقامينها من قبل السلطات العامة والأفراد. بمعنى أن السلطة القضائية هي تحل فيها جميع النزاعات للفصل فيها في حال اختلاف السلطات الثلاث. تمام، وكذلك السلطات وكذلك في القرارات الإدارية وغيرها، وهي المرجع الأول من أجل الفصل في الاختلاف بين السلطات كل السلطات، وهي ملزمة للجميع. تمام، وبالتالي هي كذلك تعمل بمرونة مع جميع السلطات. كما هي الحق الكافي لسيادة الجهاز القضائي في البدء بالقضايا المطروحة أمامها، ومفهوم استقلال السلطة القضائية له مفهومان، مفهوم شخصي. ومفهوم استقلال السلطة القضائية له مفهومان، مفهوم شخصي ومفهوم موضوعي. المفهوم الشخصي وهو ما يتعلق بالاستقلال الشخصي للقضاء، يعني ما يكفل للقاضي حرية عدم المساس به إذا أصدر حكما أو أقر حكما خطأ، ما لم يكن الخطأ متعمد أو 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 فيه غش. مراد مفهوما الاستقلال، استقلال شخصيا اللي هو القاضي يكون مستقلا شخصيا بتصرفاته واعماله بحيث يتصرف باصدار الاحكام بدون تدخل من اي سلطه او جهه اخرى، ما عدا في حالات الجسيمه او حالات الغش يكون مقرر بالقانون. يعني ضد القانون. غش يعني ايش معنى غش؟ ها؟ غش يعني ايش معنى غش؟ غش من ناحيه القاضي، من ناحيه ايش؟ غش بمجتمع، غش بإجرام للإجراء. أما الاستقلال الموضوعي هو أن القضاء مستقلا ماليا وإداريا وقضائيا بحيث لا تدخل أي جهة إدارية أو تأثر عليه سواء من الجمهور أو من تمام. بعدين هناك صلاحيات للقضاء، صلاحيات اللي هي مرجعية دستورية وصلاحيات إضافية. مرجعية دستورية بأنه القضاء مخول له بمناقشة القوانين الدستورية التي تصدر، القوانين التي تطبيقها وصدورها من أي جهة أخرى لها سلطة رقابية، رقابية على هذا. وأما من ناحية الصلاحيات الإضافية أنها تسن بعض القوانين والتشريعات، حالة الطوارئ، ممكن إقالة رئيس الجمهورية، ممكن اختصاص القضاء الصلاحيات الإضافية، إحالة رئيس الجمهورية، إحالة مجلس النواب إذا اقتضى الأمر، بحسن بعض التشريعات، إحالة الطوارئ، ممكن تأتي إحالة الطوارئ، لأن القضاء هو رقابة عامة على جميع الجهات الإدارية. إبراهيم سمعنا، بعد إيش قال؟ أنواع القضاء هناك يا دكتور، أنت إيش تقول أحمد؟ يا دكتور أنواع القضاء هناك سياسي.
تمام. وبعدين تاريخ القضاء اليمني تطور بدأ بالاعراف في كانت الاعراف. انا وقت مرجع بالنسبه للاعراف احنا قلنا انه شيوخ القبائل. انا لقيت مرجع يمني شوف ايش يقول. قال انه كان مقسم القضاء في اليمن الى اربع فئات. اربع فئات رئيسيه. اول حاجه قال شيوخ القبائل. وقال شوف اختصاصاتهم هذا. قالوا انهم كانوا هم غالبا يفصلوا في كل الدعوه سواء كانت الدعوه المدنيه او الدعاوى الجنائيه. نقلكم المرجع هذا. بعدين اشوف الفئه الثانيه قال اليوم يعني اليوم ليس الاعيان والحفاظ. شوف كم في يعني مشايخ وكم في حفاظ واعيان. الحفاظ والاعيان هذول يساعدوا المشايخ في حال النازعات بس ما كانوش يتدخلوا بكل شيء وانما في حدود معينه في حدود قالوا ايش حدود القبيله في حدود القبيله يعني ما يخرجش عن القبيله. احنا قلنا على المراه الاسبوع الماضي المراه هم مجموعه من الناس مش من المشايخ المعروفين بالحكمه والعزائم. ايوه وهذا شوف ايش قصدهم. قال لك هي المنقضة والنهي او فارق يسمى فارق الشرع. وهذا قال لك يتولوا ايه؟ يتولوا استئناف الاحكام الصادره من شوف من العاقل من الاعيان من الاعيان او من شيوخ القبائل. قال لك من من بقواعد الارض حكمها نهائي غير قابل للطاعة يعني وكانه اصبح حكم عليها حكم به وكانه حكم عليها. بعدين الاخر الاخر الثاني الرابع منهم الساده والقضاة. شوف قال في سادة والمشايخ المشايخ العلم المشايخ العلم. أيوة أيوة فقلنا السادة يطلق اسم سيد على كل من له صفة بنسب الرسول صلى الله عليه وسلم. قال هم خارج التكوين خارج التكوين يعني مش من ضمن الفئات الأربعة وإنما هم خارج التكوين. لكن قال إيش لأنهم يتمتعوا بإيش بمكانة اجتماعية وسياسية كبيرة بالإضافة إلى ذلك مسؤولين بحماية واحترام القبيلة يعرض عليهم موقف الحياة. أما القضاة فهم ينحدرون من أسرة قبلية ملمين بتعاليم الدين والفقه يطلق عليهم السادة والسادة والقضاة قضاة التراضي. شو يطلق عليهم الفين السادة يعني قضاة التراضي. إيش قضاة التراضي؟ يعني أنه مش إجباري يعني انه مش جهه رسميه ومش جهه رسميه وانما هم جهه خارج الجهه الرسميه استثنائيه استثنائيه ولهذا يتولوا الفصل في قضايا الاحوال الشخصيه. شوف الميراث الزواج الطلاق يعني ما لهمش حاجه ما لهمش دخل في القضايا المدنيه او البنائيه. هذا هم الذين هم ايش؟ الذين هم الساده والقضاة. غالبا شيخ غالبا شوف يقول لك هو الذي تحل لهم غالبا من شيخ القبيله من اول واحد يعني من اول الفئه الاولى يسكن أربع فئات شيخ القبيلة الأعيان والعقار والمراغة على من يمنقض الله وهذا هو السادة والعقار. وقال لك شوف أنه أسباب الدوافع اللي جعلت الناس هذول أنهم يلتقوا إلى القضاء القبلي. شوفوا قال لك أنه في أسباب معينة. السبب الأول قال لك سهولة وسرعة البث في النزاعات يعني بدلا من القضايا داخل المحاكم تطويل وهو إلى آخره إنه يكون سهولة في يسر. الحاجة الثانية الذي هو ايش؟ هنا ايش مسألة؟ يعني قال لك فساد القضاة الرسمي، يعني القضاة فاسدين اليوم رسميين ولهذا يلتقي الناس للتحكيم نتيجة لفساد القضاء الرسمي واستغلاله لطرفي الخصوم. ايش يقصد؟ تابع ايش يقصد؟ دكتور بس يستغل بانه يزيد في بينهم ولا يخرجهم الى ايش؟ الى حد. الثالثة انحرافة بعض القضاة عن عن ايش؟ عن احكام الشريعه الاسلاميه في فترات معينه. رابع حاجه عدم تواجد سلطه الدوله في بعض المناطق القبليه، يعني انه ما كانش في مناطق قبليه لا بسلطه الدوله ولهذا لجؤوا الى ايش؟ لجؤوا للقضاء القبلي. طبعا القضاء القبلي شنو له كثير منهم وموت كثير لكن بالاضافه الى ذلك شنو قام السلطه القضائيه؟ هو توزع الى كم؟ الى ست ابواب، احنا ما قلناش هو في ست ابواب. في الباب الاول تكلم عن ايش؟ يتكلم عن أهل في الباب الأول أحكام عامة وأهم ما ورد فيها أن القضاء سلطة مستقلة في أداء مهامها. يعني إيش معنى كده؟ أجيب يا دكتور. هذا إحنا قلنا اليوم قال السلطة القضائية تقسم إلى كم؟ إلى ستة أبواب. الباب الأول هو يتكلم عن أحكام عامة. تمام. وقال بأنه أهم ما ورد فيها أن القضاء سلطة مستقلة في أداء مهامها. اي ان السلطه التنفيذيه والسلطه التشريعيه لا تتدخل في اختصاصها ابدا تمام ولها
ميزات السلطة القضائية، ولا يحق ولا يسمح للسلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية التدخل بأي اختصاص أي في الجهاز القضائي في الدولة أو تقييد صلاحيته بأي شكل من الأشكال. الباب الثاني، الباب الثاني تطبق إلى درجة المحاكم وتشكيلاتها واختصاصاتها. لا مش عارف واحد ثاني. الباب الثاني السلطة القضائية تطرقنا إليه إلى درجات المحاكم وتشكيلاتها واختصاصاتها. طيب ما حمزة إلى ثلاث درجات ابتدائي سيناتي محكمة عليا محكمة الدرجة الأولى قبائل ابتدائي قبائل الدرجة الأولى. شوف طيب المحاكم الابتدائية تصير محكمة نهائية. من يقول لي متى محكمة نهائية؟ عندما تكون على نفقات نفقات الطرف الانتهائي فقط الطرف الصغير. لا يكون حكم ما لا الحكم يا دكتور الحكم لا يكون حكم مات يعني لا مصر لا خلي راسه خلي راسه كان مصر هذا الحكم يكتسب الحكم من المحاكم الابتدائية في حالتين. عندما هناك ما هو مؤطر في قانون المرافعات في أربع مسائل تقريبا أربع حالات، والثانية عندما يصدر القاضي الحكم ولا يطعن به الطرف الآخر فهنا يكون إيش تنتهي يكون نهائي واجب النفاذ. هذا من حالتين. بقي معنا تشكيلاتها إبراهيم. أنا تشكيل مجلس القضاء على تشكيلات المقيمين تطرق إلى درجة المحاكم تشكيلاتها يعني تشكيلة المحاكم. التشكيلات هنا شكل المحاكم المحكمة العليا عملية من أربع دوائر. بعدها ايش يكون الاستئنافي؟ الاستئنافي تضم ثلاث دوائر. اللي هي الشعوب المدنية الشخصية والجزائية. تمام كلام احسن. الباقي تمام. الان تعتبر كذلك الان في القضاء في المدن في الابتدائي تنظر الدعاوي الإدارية وتنظر كذلك في الدعاوي في الدعاوي المدنية. ولاية عامر لا في الدوار عندنا موحد للدوار هو موحد بس هنا تشتغل في العير المزدوج إداري وبنائي ومسمو. طيب الفصل الثالث أو الباب الثالث من السلطة القضائية نظم النيابة العامة. مش مسكين النيابة العامة أنا لا مش غيرك خلاص غيرك كفي خلدون بين أنت خلدون تعمل النيابة. طيب أنا تعمل النيابة العامة أضف إلى ذلك الاختصار ثم هي الأصيل هي أن هي للتحقيق وجمع والاتهام تحديد هذا الأصيل ليه إضافة إلى كلامه. عملوا بعد مش وغلق هذا بالنسبة للقضاء اليمني. أنا طبعا حقيقي معي عنوان برسالة
الاتجاهات الحديثه في اداره الدعوه الجنائيه. تمام. ادرس ماجستير في الاكاديميه. تمام. طبعا هناك من قسم السلطه القضائيه الى ثلاثه شعب او الى ثلاثه اختصاصات. الاول قضاء التحقيق، عملنا قضاء التحقيق مختص التحقيق الحامل. النيابه العامه اعتبره قضاء اتهام فقط، وتقدم الادله وعلى قضاء التحقيق الذي يقوم بتحقيقهم في قضاء الاتهام اولا. ايوه في قضاء الاتهام، لا اولا في قضاء التحقيق. تمام. ثم يحيل الى قضاء الاتهام، قضاء الاتهام الذي يحركه امام المحكمه. فالمحكمه هي التي تحقق. هذا بالنظام اللاتيني اللي تعمل به فرنسا، ومن الدول العربية كانت العراق والجزائر والمغرب. أما الآن اتجاهات حديثة التي تقوم بالنظام الانجلوساكسوني، من ذلك نظام المحلفين، يعني شرطة قضائية هي اللي تحتاج نظام المحلفين. نظام المحلفين هذا يسمى القضاء العدالة الجنائية بمشاركة الأفراد. لا تمام. هم المواطنين. عن طريق التعيين. هم الذين يختارون. هم يختارون القضاة أنفسهم. ترشيح. على الشخص. من خلال جدول الناخبين. أيوه من خلال جدول الناخبين عندهم يعني شروط خاصة ومحددة بالقانون. طيب لو واحد محامي يقبلون. لو واحد معاني قالوا حتى لا يظاهر الا يقبلوا، لكن بشروط ان يكون عارف بالقانون. عندهم قضاء هذه الشرطه القضائيه والشرطه المحلفين. تمام. ما يختصش بادله اثبات محدده. تمام. عندهم ياخذوا بالطيف، عندهم ياخذوا بالقرائن، ياخذوا بكل شيء مطلق. وكم من هيئه المحلفين؟ تتكون من نوعين، هيئه محلفين كبرى وهيئة محلفين صغرى. تمام. اختصاصات الهيئة المحلفين الصغرى القضايا البسيطة. تمام. وهيئة المحلفين الكبرى القضايا القسيمة. أما النائب العام والنيابة العامة في أمريكا فهي تختص بقضايا الدولة الذي هي الأموال الخاصة بالدولة. أي وهي قضايا أيوه التهم يعني. ممكن نأخذ بنظام المحلفين في اليمن. صعب. شوفوا يقول لك انا نظام المحلفين، يقول لك انه نظام المحلفين هذا عباره عن مجموعه من الشعب، هم ايش؟ ينتخبوا من الشعب، هم يقوموا بحل القضايا بين المواطنين، ولهذا يقوموا بامريكا ياخذ لك مثلا كشوفه الناخبين، يختاروا من بينهم مجموعه من الناس، وقالوا هذا نظام المحلفين. ويقولوا هذا نظام المحلفين، ليش سميناه نظام المحلفين؟ لانه ايش؟ يد اليمين. يد اليمين. يد اليمين الحلف انه صحيح. لا يمين للحلف انه صحيح. هذا مش خاصة يتم اختيارهم. يعني يقوموا مقام القضاء. خلاص محل القضاء. لا محل القضاء. هم تحقيق هم لا هم تحقيق قاضي رسمي. طيب حتى لو كان مش كفاءة. ها لا ما بدوش. حتى لو كان بدون كفاءة. أهم شيء انهم اختياروا وانتخابوا من الشعب. بس. ها. لا مصر مصر مصر. وهذا نظام المحلفين. نظام المحلفين ممكن ناخذ فيه دولة؟ لا لا ليش ليش؟ لأن عندنا الوضع التقابلي الاجتماعي والسياسي حتى الغرابي حتى القبيلي مع الأغراب. شوف حتى شوف الجزائر كانوا بدوا ياخذوا فيه، وفي مصر في كذا في بعض الأحتفالات السعودية بدوا ياخذوا، لكنهم بالأخير شافوا لهم مش ناس عندهم يعني ما يكون حدا ضرر على الطرف الاخر انه يبدا اول ما هيقع بينهم الصلح. كذلك يحق له ان اذا جاء جمع الاستدلالات يحق له انه يقوم بالملائمه ورفعها دون التحقيق. هذا كذلك من المرونه التي يعني مقارب للنظام، بس هذا هم في بالك انهم نظام محلفين، ولهذا هذا ما يعملوش عندنا. ليش؟ ما نشتري ولا عندنا احنا الاصل انه القضايا مثلا اكتساب ولا تهديد. تمام. اكتفاء الاصل انه اكتفاء اثبت في محاضره جمع الاستدلال، الاصل انه ما يعمل بالتحقيق اخر حتى هنا على اساس لا تقال القضايا
ولا كذلك ايش؟ ولا كذلك